مشاهدينا وين ما كنتوا بحييكم عبر الحل عنا ام تي في. مشكورة كل الجهود يلي اليوم عم بتوقف كل المستودعات، خصوصا يلي فيها أغذية غير مطابقة للمواصفات ويلي بتضر بالسلامة العامة، ولكن بتمنى أن تستمر وتطال كل الأراضي اللبنانية، لأنه مش بس بزكريت أو عالدورة أو بالزلقة، بكل مكان في لبنان ممكن يكون في مستودعات عم بتغير بالمواصفات بالتاريخ، وبالتالي عم تأذي المواطنين. بتمنى حتى المواطنين يساهموا مع المعنيين حتى يكشفوا عن هذه المستودعات وهؤلاء الناس، لأنه للحقيقة سلامة الناس فوق كل اعتبار. هيدا من جهة. من جهة تانية، كل يوم اللبناني بيتهدد بمعاشه، بيتهدد بوظيفته، بيتهدد بالكورونا، بيتهدد بالجوع، بيتهدد بالمولدات، بيتهدد إنه الدولة ما مأمنة أبسط الأمور. ولأنه مش مأمنة أبسط الأمور، ما بعرف اليوم مجلس الوزراء شو رح يطلع عنه من قرارات، لأنه المطلوب واحد إنه هاللبناني يتركوه يعيش بكرامته بهذا البلد، لأنه بحاجة لحدا، إنما كرامته فوق كل اعتبار. وخلال الحلقة اليوم رح نتوقف مع أمور كتيرة بتتعلق أولاً بأصحاب مولدات الكهرباء، يتعلق كمان بالضغط يلي موجود ببعض المؤسسات العامة يلي مش اخدين بعين الاعتبار إطلاقاً أنه في تعبئة أو في كورونا وما عم يسمعوا حتى شو عم بيصير. وكمان رح نسمع صوت الناس يلي انسرقت سياراتها وهلأ سرقة جديدة الدش. انتبهوا يا لبنانية، سطوحكم لازم تكون مقفلة، وإلا لازم تسهروا على سطوحكم بس لتحموا الدش. منبلش مع المعلومة. بمعلومتنا لليوم، أحال وزير الاقتصاد والتجارة راؤول نعمي اليوم 54 أو 45 محضر ضبط بحق مؤسسات تجارية إلى القضاء لمخالفة القوانين والأنظمة النافذة. وقد أصدرت مديرية حماية المستهلك تقريرها الأسبوعي يعني من 20 تموز ولغاية 24 تموز 2020، حيث بلغت حصيلة أعمالها 819 زيارة كشف، وهي موزعة على 11 نوع كشف وعلى مختلف الأراضي اللبنانية. ونتج عن هذه الكشوفات 52 محضر ضبط وجهت للمؤسسات التجارية لا مخالفة القوانين والأنظمة النافذة، لا سيما لجهة رفع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل غير مبرر، عدم التزام بالتسعيرة الرسمية للمحروقات، وعدم التقيد بالسعر الرسمي لخدمات المولدات الكهربائية. متابعة. بمتابعتنا اليوم رح بلش مع أحد أصحاب مولدات الكهرباء في المتن، أنطوان عبود، يعطيك العافية. الله يعافيك استربك، كيف يعني حالك؟ الحمد لله. يعني نحن من 10 أيام شفنا صور عن حريق أصاب مولدات الكهرباء عندك، وبالتالي لليوم بعد ما صار لك مجال وعم بتفتش كيف بدك تعود، يا تصلحهم يا تعود حتى ما تترك مشتركينك. وإذا كنت عم بقول هيك حتى أقول أنه أصحاب المولدات لما بيهددوا بدهم يوقفوا، ما عم بيهددوا المشترك، هن عم بيقولوا للدولة شوفي وضعنا. فخبرنا عن وضعك اللي هو يمكن صار بيشبه كل أوضاع أصحاب مولدات الكهرباء. لك هذا الحادث اللي صار عنا، نعم. كل صاحب مولد كهرباء ممكن يتعرض له، نعم. واللي صارنا سنتين عم نقوله للوزارة بداخل المكاتب، لأنه ولا مرة نحن كنا مع المفاوضات بالشارع. نحن نعم. بدنا المفاوضات تصير بقلب المكتب وبشكل حضاري، لأن تكون في تفاهم واضح بين صاحب المولد اللي هو أساسا مواطن صالح من أصل هالمجتمع هيدا. نحن رح نشوف الصور أنت وحضرتك عم تحكينا، ولا يهمني. ونحن من 10 أيام صار هالحادث معك، قدرت صلحت شيء؟ شو عملت؟ أكيد لا، أكيد لا، وبعدني لليوم عم بعيني ما عم بعرف آخذ القرار إذا مزبوط عندي القدرة أنا أشتري مولدات، اللي لازم أنا أشتري مولدات جديدة. كيف ممكن أنا أدفع هالقد مصاري على
لا أمل أن استرجع مصرياتي لا بعشر سنين ولا بعشرين سنة. عندنا مشكل أساسي، ما في تفاهم. إذا قلنا حق باللي عم نطالب فيه بقلب المكاتب بالوزارة أو ما قلنا حق، إذا عم بتطالبوا عم تطلبوا تجتمعوا مع مستشار معالي الوزير الطاقة الأستاذ خالد نخلي ليلي، لأنه عم يستقبلكم. ولكن مش مهم هون، المهم الآلية الموضوعة، هل هي آلية قابلة للتنفيذ أم هي آلية فقط على الورق؟ هذا السؤال. أنا بأكد لك ما في آلية، ما في تفاهم. اليوم ما اللي بقوله دكتور خالد نخلي غير ما بيطبق على الأرض. يعني عم نحكي بأشياء تتطبق على الورق بقلب المكتب، بس نزل على الأرض وتعيش الحياة اليومية بمصالحنا، هيدا كله الكلام ما بوصلك لمطرح. عندنا مشكل أساسي باجتماعاتنا، في عدم تفاهم بالمطلق على أي شيء نحن بالوزارة. أنا اليوم بطلب أنه يا أخي إذا ما عم نتفاهم مع بعضنا، خلي يكون في لجنة خبرة تحكي. يعني اليوم هالتعنت الموجود لمصلحة أنه نحن ما منقدر نغلي التسعيرة، وهو مقتنع انه محق نغلي التسعيرة. طب اليوم المواطن ما بده يغلي عليه التسعيرة، بس بيشوف كل اصحاب المطاريات بكرة كلهم ما بقى قادرين يصلحوا مطاريتهم وبيقعدوا بلا كهرباء، هون بتكون مصلحة المواطن. بس نحن لما بيوصلنا مسيو عبود كل اخر اسبوع كل اخر شهر بيوصلنا يعني البيان، بيقولوا مع اخذ بعين الاعتبار، يعني وكأن في جملة محطوطة دائما بالبيان انه مع ربحية، يعني هن تركين هامش للربحية. هذا كلام مش مزبوط، ولا مرة كان مزبوط، ومن سنتين بعدنا عم نحكي نفس الحكي بس ما حدا عم بسمع لنا. هذا الحكي مش مزبوط. الدراسة معمولة على 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 أرقام خاطئة وما بتتماشى مع الحقيقة على الأرض. هيدا الحكي والدراسات معمولة بس تمشي بالمكاتب، الواقع على الأرض مختلف جدا بشو عم بينحط بالدراسات. نحن اليوم عم نطالب، لأنه نحن أنا صرت متأكد 100%. اليوم امبارح سمعت الدكتور خالد نخلة عم بيقول على التي في إنه اليوم الوزير ما بيقدر يوافق على شيء، وكأنه عم بيقول انه هو مقتنع بمطالبنا محقه، مقتنع انه نحن ما عم يطلع لنا بقى اي مصاري نربحها ونصلح فيها مطاريتنا، بس لانه المواطن مارق بظروف صعبه. كلنا مع المواطن وكلنا بنعرف انه مارق بظروف صعبه المواطن، بس هل منطق انه بكره يقعد المواطن على العتمه لانه ما قدرنا نحكي الحقيقه للمواطن؟ اليوم الدوله والوزاره بعد عم بتخبر الناس انه نحن عم نعمل مصاري كثير، مثل ما تفضلتي وقلتي من شوي في هامش أرباح. مش مضبوط، ما في هامش أرباح، في خسائر متراكمة. نحن من سنتين شو هوايتنا نحن ننزل نصرح بالوزارة أنه نحن عم نطالب بأرباح؟ مين بعده يطالب بأرباح؟ مين مننا ما بيعرف أنه البلد محترق؟ مين مننا ما بيعرف أنه المواطن تعبان هالقد؟ نحن ما عم نطالب بأرباح، نحن عم نطالب بتسعيرة تخلي هالمصالح شغالة عند الناس. طيب هيدا من الوزارة تحكي الحقيقة بقى للناس. طيب هذا نحكي كلام شعبوي. اليوم اذا بدكم تصلحوا او تعملوا صيانه لمولد على ما حدا بحسبكم 1500 ليره دولار، اكيد لا. عم ندفع مثل كثير بسيط، برميل الزيت اللي كان حقه 450 دولار، نعم، كانوا 675 700 الف ليره، نعم. اليوم حقه 4 مليون و5 مليون ليره برميل الزيت. بس كنتوا تربحوا قبل، هيك بيقولوا كنتوا تربحوا قبل، يعني كل اللي ربحتوه لازم تحطوه. واذا كنا نربح شو هالبتعة هيدي؟ مين بيشغل يخسر؟ مين بيشغل بس اللي يشتغل هيك انه انا بس عم بعمل خدمه؟ نحن اليوم اذا قلنا بس تغيير زيت واذا قلنا سعر محروقات، عم يتوفركم المازوت يعني بشكل تلقائي؟ مش بشكل دايم. 60 70% من الوقت عم نشوف المازوت عم يوصلنا مشكورين على السعر تبع السعر الدولي المدعوم، وباقي الكمية المطلوبة عم ناخدها بالسوق السوداء. قديه عم تدفعوا اليوم سوق السوداء؟ بتطلع 23,000 24,000 25,000 حسب شو في. أنا شخصيا رافض اشتري سوق سوداء، وبالتالي عم بمارس تأمين معين على الناس لحتى خلي الكمية اللي عم بستلمها بالسعر تبع الدولة تأديني للوقت اللي بدي أقدر أغطيه. يعني اليوم على الدولة إعادة النظر بالآلية، أقله يا تدعم الزيت يا تدعم، يعني لازم تدعم بشيء الدولة حتى تقدر تستمر لحين ما كهرباء لبنان تعطينا 24 24، ولا ما عندنا حل.
ونحن كله ممنونين ونفل على بيوتنا بقى وبنتحمل هالمسؤولية. في مفاوضات عم بتصير قبل بكرة، لأنه اليوم أصحاب مولدات بلشوا تقنين، مش من اليوم، بلشوا من عدة أيام ومن أسبوعين. نعم. كمان لما داي عندهم مزوت عم بيحطوه، لأنه في منهم مثل حدثك ما بدهم يفوتوا سوق سوداء. كتير منيح، ولكن اليوم في مفاوضات عم بتصير قبل بكرة؟ أكيد. اليوم سمعنا أنه أحد أصحاب المولدات حيجتمع مع اللواء الأمن بالأمن العام عباس إبراهيم. عباس إبراهيم، أمنيتنا ونتمنى نحن اللواء عباس إبراهيم ينزل الملف بشكل موضوعي خدمة للناس. يعني اليوم متمنى إذا كان أحد أصحاب مولدات عم يجتمع، أكيد عم يحكي مع اللواء باسمكم كلكم تقريبا، نو طبيعي. مفروض هيك طبيعي. يكون عك حاجة، نحن بنعرف مناقبية لواء وبنعرف يعني ما بدنا نحن نزيد عليه وعلى حسه الوطني وقديش عم بحاول يقرب من الأمور بهذه الظروف الصعبة. فنحن بنتمنى يا ريت يعني بيحكي مع الوزير، بينعاد النظر، بتقعدوا على طاولة حتى لا أنتوا تكونوا مغبونين ولا المواطن اللبناني المشترك التي لا حول ولا يعني لا من هون ولا من هون، لأنه أنتوا لأنه بالنتيجة إذا يعني بالنتيجة أنتوا ما عم توقفوا ضد المشترك بقدر ما أنتوا عم بتقولوا للدولة كوني إلى جانبنا تنكون إلى جانب المشترك 100%. ما بدنا إلا مصلحة المواطن، ونحن كمان ما بدنا كمان نشوف حرايب، ما بدنا نشوف كمان مولدات بفعل الدوران فوق طاقتها، يعني اللي بدها كمان صيانة من وقت لوقت حتى ما تتعطل وما تكبد خسائر أكتر. أنا بشرك أستاذ أنطوان عبود، وهلأ قني لكان إذا اليوم نحن رح نشوف لكينا مع اليوم إن شاء الله منتابع إن شاء الله يثمر اللقاء مع اللواء عباس إبراهيم. شكرا لك. بنتقل لموضوع آخر. اليوم وردني صور وأيضا فيديو عن الدوائر العقارية في بيروت وفي الزلقة، رح نشوفهم سوا. ومعي على الخط المحامية كارول خوري، يعطيك العافية. يعني أكيد نزلت اليوم على الدوائر العقارية مثل كل مواطن عنده أي معاملة، ولكن فوجئتي ما هيك؟ بونجور، يعطيك ألف عافية ترابيكا. وأنت كمان ماتر، شو صار معك اليوم؟ شو صار مع هالناس اللي نزل على الدوائر العقارية قبل ما تبلش التعبة أو تتسكر الدوائر؟ هذا إلا إذا عملوا يعني ديستانسينج وهيك أخذوا إجراءات، بس أنا ما شفتها اليوم. تفضلي. بالحقيقة أنا نزلت على الدوائر العقارية ببيروت ورجعت جيت على الدوائر العقارية بالزلقة. نعم. الدوائر العقارية ببيروت مقبولة نوعا ما، بس الدوائر العقارية بالزلقة أبدا مش مقبولة. عم نشوف الصور نحن هلأ. نعم تفضلي كملي. الدوائر العقارية بالزلقة يلي عاملينه أنه مسكرين البواب الحديد وموقفين العالم كله، أنا استأذنت الناس قبل ما صور، كل الناس يعني عم بتصرخ، موقفينهم بكوريدور قدام الأسانسير ومسكرين الحديد، وبيجوا الموظف بيسألوا للمواطن شو بتريد، بيرجع بيخدمه يعني الخدمة المطلوبة. يعني هاي عذاب على الموظف وعذاب على المواطن. يعني كمان الموظف منه ممنون، يعني كل شوي بده يقوم من مطرحه ليسأل شو عنده شغل المواطن. وبهالطريقة زربين العالم كلها سوا بكوريدور صغير فوق بعضهم، حتى لو كمامات أقصى الإجراءات كلهم حاطين كمامات، كلهم منتبهين، بس المطرح كتير ضيق ومكتظ بطريقة مش طبيعية أبدا. يعني نحن بنتمنى أنه على المسؤولين عن الدوائر العقارية وعلى كل مؤسسات الدولة أنهم ياخذوا إجراءات. يعني شو النفع إذا قلنا نحن عاملين تعبئة ورح نسكر البلد ونحن عم نشوف بمؤسساتنا العامة أنه عم بيصير فيها الاقتزاز؟ يعني في خوف على الموظف وعلى المواطن كمان. سترة بكا، المشكلة انه عم يعملوا الاجراءات ما عم بتكون كافية الاجراءات. أكيد. يعني الدوائر العقارية كل شخص كل موظف عنده باب مسكر الباب وفاتح طاقة، ما بدأ يوقفوا العالم برا، يعني الامور اهون من هيك. او يسكروها كليا، يعني اذا خايفين من الكورونا من الافضل تتسكر الدوائر العقارية كليا، يعني لا المواطن يتعذب
ولا الموظف يتعذب. يعني مفروض يتخذ إجراءات صارمة أكثر وتكون منظمة أكثر حتى اللي يكون في طبعا أنا اتصلت بسعادة القايم مقام نعم. يلي بادرت دغري مشكورة لحل الموضوع، اتصلت بالدرك يلي إجوا تيلقوا حل لهالموضوع. وعدتنا انه المدير العام اخذ اجراءات لبكره ان شاء الله تكون تتحسن الامور. انا بشكرك مات كارول خوري وبشكر كمان ساعه اي مقام المتن مارلين حداد يعطيها الف عافيه، وان شاء الله كمان بكره المواطن ما يتفاجئ كمان باقتزاز ونكون كانه كل هالاجراءات اللي عم نحكي عنها راحت سدى. شكرا لك. بدي انتقل لموضوع اخر لا يقل اهميه. من سنين بنسمع انه ناس انسرقت سيارتها وموجوده بمكان ما في البقاع. انا اليوم بدي اقول انه كل ضيعه لبنانيه عزيزه علينا بدون استثناء، لانه هلا قلة قرى وبلدات لبنانيه بنشوف حالنا فيها، هيدا لبنان بنشوف حالنا فيه كثير. ولكن في بعض المواطنين طبعا يمكن هيدي السرقه بدمهم او عصابات او اللي بدكم اياها، ولكن توصل كمان رغم كل هالظروف هيدي نطلع على سطوح البنايات، ما بدنا نرد السيارة ما منردها، منبيعها قطع ما بعرف نبعتها على سوريا هيك عم بيقولوا، ولكن انه نطلع على سطوح البنايات من جوني لجبال حتى نسرق الدش. شوفوا هالروبورتاج مع زميل أنطوان مرشق. من 7 سنين بال 2013 انسرقت سيارتي من وراء اعلان بجريده كانوا عارضين انه بيشتروا سيارات. نزلنا على بيروت شافوا السياره والجماعه قالوا انه بيوقفوا السياره عندهم فتره صغيره بيروتشوها بيظبطوها وبيجي زبونها بنترافق على البنك بندفع حق البنك. فانا لاضمن انه خلي السياره عندي عملوا لي تعهد مع كاتب العدل انه بيدفع حق السياره بمهله اقصاها 30 يوم للبنك. وبعد 30 يوم سكرت الشركة، سكر المعرض، أخذ السيارات وفلوا. أنا لليوم بعدني عم بدفع سيارة بعدها اسمي، سيارة مش معي عم بيطلع فيها زبوطة بمفرز السيارة بعلبك. آخر ضابط دفعته تقريبا سنة وشهرين كان ضابط سرعة. ضبنا نعرف وين السيارة عم توقف، يعني من عبر شباب أصحابي بالمنطقة فوق شافوا لي السيارة معهم صورتها بعدها نمرت عليها. رجعت للمكتب اللي كان عم بيتابع بهذا الموضوع قال لي ليش بعدك عم تركض على السياره؟ قلت له لانه علي قرض وبدي اخلص. قال لي انه كلنا عندنا قروضه بالمكتب يعني. فهذا كان جوابه. والسياره صراحه بعد شي 3-4 ايام اختفت. من سنتين كنت صففها بمنطقه البقعت على بايا قدام البيت، الساعه 4:30 الصبح رايح على شغلي نزلت ما لقيت السياره. فتحنا الكاميرات رايحة السيارة الساعة 4:30 إلى 5، يعني فرق 5 دقائق بيني وبينهم، يعني ما بين شيء أبدا. رحنا مكتب سرقة دولية وهذا ولا بين معهم شيء أبدا، كل شيء اسمه كوري بدون عبروا على سوريا، اللي عبروا على سوريا ما حدا عم يتصل فيه. بس إنه نحن نستغرب إنه ليش ما إجوا القوى الأمنية راجعت الكاميرات، رغم إنه السيارة اللي إجوا فيها كانت مبينة على الكاميرات، جيب سي أربي لون أسود مبين على الكاميرا وحتى النمرة، بس إنه الكاميرا بتلقط النمرة لأنه مش كاميرات حديثة اللي محطوطة قدام المحلات. من يومين رجعت من الشغل الساعة 6 بعد الظهر، ساكن على السلطان إبراهيم أنا على جناح. صفيت السيارة هونيك. تاني يوم كنت رايح على الشغل الساعة 2 الظهر، رحت ما لقيتها. كان في إزاز مكسور الإناء، يعني من مايلة اليمين كان في إزاز مكسور على الأرض. الكاميرات ما كانت كتير مغطية مطرح ما كانت مصفوف السيارة وسرقوها. هلأ ناطرين نحن الدولة المخفر نشوف شو بده يعمل. السيارة صراحة أنا بشتغل بالتصوير فكان فيها كل أغراض الإكوبمنت تبعيتي، فلما انسرقت حسيت حالي واقف لا عن الشغل ولا يعني ولا قادر أعمل شيء، لا قادر أشتغل ولا قادر روح صور ولا أسوي شيء. نحن هلأ بتعلبية بقى على الأوسط، جيت من السهرة الساعة 12 بالليل صفيتها هون مطرح الإزاز عش الساعة 3:30 أنا سمعت شيء بس ما أخذت وعطيت. الصبح الساعة 8 كان ابني جاي يروح على النادي فتح السيارة لقى الإزاز كله بقلب السيارة وعلى الأرض، كانوا محاولين بديس القوة ما دارت معهم. أنا معطلة للسيارة صراحة، يعني بقطع الكهرباء عنها نهائيا، قضيت بالإزاز مش العب. بس قدموا على سعد نيل توفقوا بسيارة تانية دارت معهم أخذوها. صار لها تقريبا مدة شهر عم بيصير في سرقة متواصلة على كل شيء في متنات للإنترنت، وعم بيطلعوا بالليل من بعد الساعة 1-2 بالليل عم بيطلعوا على سطوح البنايات وعم بيطلعوا بيسرقوا مكانات هي للأجهزة اللاقطة للإنترنت.
هذا السطح انسرق من جمعتين تقريبا، هذا انسرق بست مكنات عليه هذا السطح، ستة بنفس الوقت مع انه مقفلينه نحن السطح، طلع وجر وخلع وقدر فات على السطح. سرقتها بيصل لهون هذا الكابل معه بتون بنسا، بقص الكابل من هون، في عندك كليبر هون، هذا الكليبر بشيله بيسحب المكنة، بتاخذ معه 3 دقائق المكنة تيسرقها. والانتشار هو بنتشر بين جوني، غدير، ساحل علمة، معملتين، غزير، أدمى، هودي المناطق اللي أنا بوزع فيهم انترنت، هودي المناطق كلها عم تصير فيها سرقة. عم نشر المواطنين نحن، عم نطلع على السطوح إنه يحطوا فولة على السطوح البناية كرمال مصلحتهم كرمال مصلحتنا، تما نتكبد بقى خسائر أكثر وأكثر كل مرة. أنا ساكن بدقرين بحر سخن، خلال هالعشرة أيام سرقت 3 سيارات، سيارة لبنتي، سيارة لحكيم جارنا بيت شبيب، وسيارة لشخص من بيت الغال. ونحن بدولة انسى الموضوع، كل شيء سرقة، ما وقفت على سرقة السيارة، كل شيء بهالبلد مسروق من راس الهرم لتحت، ما بقى في شيء إلا مو مسروق. من البقاع إلى علي مروراً ببيروت وصولاً إلى جونية، أكثر من 7 سنين ومسلسل السرقات عم بيزيد يوم بعد يوم بأساليب مختلفة من دون حسيب ولا رقيب، كأن عايشين بأرض مزرعة ومش بأرض دولة. فهل دولتنا الكريمة مستعدة تضل واقفة وعم تتفرج على أبنائها عم بيتحولوا يوم بعد يوم لضحايا التفلت والإهمال، أو رح نصير بدولة انسى الموضوع؟ أنتوني لا، ما رح ننسى الموضوع إطلاقاً. يعطيك العافية أنتوني مرشا. واللي بدي أقوله إنه هيدا برسم كافة المعنيين بهالدولة اللبنانية. وأنا كتير لفتني اللي قال سرقوا كل شيء، سرقوا طموحنا، سرقوا مستقبلنا، سرقوا تعبنا، سرقوا حياتنا، ولكن نحن بالمرصاد رح نضم نوصل الصوت ورح نضم نقول لبنان باقي رغماً عنكن، وعليكم تعملوا واجباتكم، لأنه لو كل إنسان بلبنان بيعمل واجباته ما كان في سرقة هالقد، ولكننا وصلنا لليوم. وبدي أقول لكل المواطنين، أكيد ما فينا نحط درج على كل سطح بناية، ولا فينا نحط كاميرا وتتعطل، ولا فينا نقله للدرجة كمان نطور كل سيارات الناس حتى ما تنسرق. في ضمير، وبالوقت ذاته في عين ساهرة مفروض تكون أكتر من هيك عن كل أجهزة الدولة. اليوم بأي مسؤولية اللي كانت مفروض تكونوا إلى جانب المواطن وحماية المواطن، وياريت منوصل لدولة بتقلنا اشتغلوا وانجحوا واتركوا الباقي علينا. فاصل ومنتابع. نتابع الحل عنا عبر الام تي في. اتصالاتكم على 0444444. الو الو، اهلا مسيو، تفضل. بونجور سترابك. بونجور، معك صحية منصور، عندي مولدات كهرباء بزوق مصلح ادونيس. ايه اهلا وسهلا فيك. بدي اطلق صرخة عالية ما توخزيني، لانه نحن بوضع منا بقى مرتاحين، منا مرتاحين لتطوير مولداتنا. ما بقى حدا مرتاح، المطلوب من الدولة. نعم، مش انا اركض لاترجعهم ليجيبوا لي طن مزوط، يتفضلوا هن يركضوا لعنا ويامنوا لنا مزوط لحتى نحن نضل نغطي فشلهم واهمالهم لهيدا القطاع من من التسعين لل 2020. بالتسعين كانت تجينا الكهرباء 20 ساعة، بال 2020 عم تجينا ساعة او ساعتين. المطلوب يرحمونا ويرحموا العالم، نحن بلشنا بالتأنين، والتأنين لصالح المواطن مش لصالحنا نحن بس. إذا ما في مزود أنا شو بعمل؟ مطلوب من جهاز الأمن العام مشكور، ومن رئيس اللواء عباس إبراهيم ينزلوا على الأرض ويشوفوا كم مولد في موجود على الأرض ويأمنوا لهم مزود بطريقة عادلة. لأنه ما فيني إذا أنا عندي 2 600 أو 3 يعطوني 2 طن، واحد عنده 200 كفاءة يعطوه 2 طن. نحن يلي عنده مولدات كبار بده كل قطعة 24 ساعة 5 طن. طب نحن منين منجيب؟ أنا حقي أسأل، مزوط المصافي وين؟ كل شيء عم ينحكى أنه عم يتوزع لنا بنفي جملة وتفصيلا، كله كذب. نحن عم نشتري مزوط سوق سودا، ومش مطلوب مني قلن منين عم جيب، لأخرب له بيته للزلمة أو يبطل يعطيني.
يتفضلوا يأمنونا لحتى نرحم العالم ونرحم والديتنا. ما فينا نكفي بقى بهيدا القطاع هيك، حرام عليهم. نحن بقاب بحرارة 40 و35 وقطعة كهرباء 22 بطول يعني وكأن رح نوصل لوقت تسعروا انتو ويتشكوا عليكم للقضاء والقضاء بيحكم. سترة بك قبل ما نوصل للتسعيرة الظلمة، بدنا مزوط بيطلع معالي بيقول الأربعة في زيادة بالكهرباء. أي أربعة؟ الأربعة بنص الجمعة يما الأربعة بآخر الشهر؟ وين الحقيقة؟ يطلع يقولوا للعالم ما في كهرباء ويتفضلوا يأمنوا لنا مزوط. حاج بقى نحن نتعذب ونشحط طون المزوط لحتى نأمن بدل فشلون. نترجيك يخلي أمنوا لنا مزوط، مش مطلوب منا فرقاني معنا بقى الغراض ولا سعر الدولار. أنا هلأ على الهواء انكسر عندي موتور 400 كفاءة بكلف 5000 دولار، ما رح صلحه، خلي كل زبوناتي يعرفوا ما رح صلحه. إذا بينكسر 600 ما رح صلحه، خلي يعرفوا أنه هيدي المشكلة مش عندي أنا. يشوفوا الحل وين، يساعدونا لنضل نحن قادرين نأمن كهرباء. بهيك طريقة عم بيخربونا هني. إذا المطلوب يخربونا يتفضلوا يطلعوا يعلنوا على الهواء أنه نحن ما رح نأمن لكم مزود. مشكورين بعض الشركات الخاصة يلي نحن ما كنا زبوناتها كلنا بالأول، نحن زبونات الدولة والمصافي يلي عم بيأمنولنا لنضل ماشيين شوي، بس هيدا منه كافي. إن شاء الله صادق برسال على مجلس الوزراء اليوم يا أستاذ إسحية، ولأنه بفتكر بكرة بتنوضع التسعيرة الجديدة بقى. إن شاء الله لنشوف إذا رح الآلية رح تتغير وإذا رح يأمنوا لكم مزود. لنشوف لنشوف. ناخد اتصال آخر. ألو بونجور. ألو تفضلي. ألو بونجور. بونجور معك ريتا. أهلا مدام ريتا تفضلي. أنا بدي فيش غلقة، صار لي من وقتها ما بلشت هيدي المصايب علينا، هلأ اليوم أنا طالعة فيش غلقة. شو عندك تقولي؟ يعني ما عم بفهم أنا، ما عم بفهم اللي عنده شرك عم يشحط، عم يعني ما عم بفكر بالأشخاص اللي عم بيطلعهم من شغله، ما عم بيفكروا إنه في تفالة، ما عم بيفكروا إنه في ناس بدها دواء عايشة على الدواء. يا عمي بعين ضميرون، وين ضميرون؟ لما الشرك بحاجة للموظفين، الموظف بيقعد معه 24 ساعة، لما اجت هالأزمة يلا روحوا فلو. شو المنطقة اللي عم بيعملونا فيه؟ يا عمي أنا هلا جوزي طلعوه، مين بعيشني أنا؟ مين بيجيب لي دواية؟ مين؟ قولوا لي مين؟ عن جد قولوا لي مين؟ مع ابنين؟ بك يا عمي يا دولة ارحموا شعبكم بقى، بك ارحموا شعبكم، شعبكم عم بيموت. ما بدهم ايانا يكبونا جامل ورايحونا. المدام ريتا لا معلش، مفروض هن مش يرحموا شعبهم، يرحموا حالهم كمان، لأنه ما بعرف إذا بيبقوا ونحن رحنا. نحن باقيين بالبلد بس نحن مش قادرين بقى نتحمل الفساد، ولا قادرين نتحمل قلة المسؤولية، ولا قادرين نتحمل الوعود، كلها وعود كاذبة. بتجي حكومة بتروح حكومة، ولكن اليوم في مسؤول. بدنا رجال دولة بالبلد يحملوا مسؤولية. البلد بينهض، اللي عنا ياه بلبنان ما حدا عنده ياه، من طاقات، من إبداع، من شمس، من نهر، من مي، عنا كل شيء، بس ما عنا مسؤولين يحملوا مسؤولية، لأنه الشعب ما حسبهم، نحن ما حسبناهم. نحن منروح منحط ورقة ومنختارهم. نحن كان لازم نحط ورقة بيضة حتى نسجل ونحن منا راضين عنكن. لا تبكي ولا شيء، أنا بفهمك وكتار مثلك وكتار مثلك. يا ريت الدولة بتلتفت بهالناس اللي مش قادرة بقى تأمن لقمة عايشة. هذا يلي عم نصرخ فيه كل يوم. ورح أرجع للصور يلي وصلت لي من شوي من قصر عدل ومالية بعبدة. شكرا لنينا رستم، تفضلوا شوفوا اليوم شو في قدام مالية وعقارية بعبدة. رح نشوف الصورة كمان. يعني للحقيقة المؤسسات العامة اللي بتتعاطى مع شؤون الناس أقله بأزمة الكورونا تحترم هؤلاء الناس، تحترمهم، تحترم وقتهم، وتحترم إنه هن عم بيكونوا يعني بدهم يدفعوا ما عليهم وعم بيلبوا الدولة، ولكن بالمقابل أقله تحافظ على سلامتهم. يمكن شوي بعيد الصورة، بس إذا بتتقرب شوي ما بعرف إذا عندهم إمكانية. الناس فوق بعضها واقفة برا قدام الـ
مالية بعبدة وعقارية بعبدة اليوم. على كل حال نحن نتمنى على سعادة المدير العام اللي منحترمه كتير انه ياخدوا اجراءات اليوم مشان بكرة حتى الناس كمان ما تتبهدل وما تخاف على صحتها وسلامتها، وإلا لشو كل الإجراءات اللي عم ناخدها؟ لشو؟ منكمل في اتصال صورة اليوم نشوفها سوا. هيدي الصورة على طريق المتن، يعني حجار مثل ما شايفين، ما حاطت شادر مثل ما لازم يحط ولا رافع الحديدة، والأخ ماشي وهوراها السيارات شي طلوع شي نزول. لو لا سمح الله كان ناقص لبنان كمان بعد كارثة من هالنوع، وما حدا وقفه ولا حدا قال له يا جماعة القانون بعده موجود. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء حتى نتعرف على دهب لبنان ملح لبنان.